ما شاء الله، شوف الهداوة كيف. يا الربع اللي بيسألني يقول البل الخوات الثلاث كم عليها؟ يا الربع البل ثنتين ربع، وهذه سديس، هذه ربع، وهذه سديس، وهذه اللهم صل وسلم على رسول الله ربع. طبعا البل كلهن ثنو. البل توقف يا رجل، البل اللهم صل على رسول الله. لقح على بعير اخونا سعد بن فطيمه الاوضح الرماني وصورته موجودة. البل عليها ديود كفو. البل بتولد إن شاء الله في شهر 6 1445، لأنهن لقح في تاريخ 13/6 العام الماضي اللي هو 1440. تلاقي إن شاء الله 13/6 1445، ونقرن أسبوع أسبوعين، هذا طبيعي في أمر البل. ما شاء الله ديود رسمة واحدة. اللي يبغى الوضح شوف شوف، ما عليه، امش امش امش، ما عليه امش، اقف. هذه رباع اللي مع عبد الكريم تبارك الله والصلاة على النبي. ارجع لي، ايه ارجع، ايوه. شوف كيف، شوف الوجيه البركة. تعالي لين تطلع لي من هنا عشان هي تدخل من بين خواتها. اقف اقف اقف، ما شاء الله والصلاة على النبي. اللي يبغى الثنتين الوضح لوحدهن، واللي يبغى الشقحة معهن، وهن كلهن سبحان الله خوات وشكل واحد.